لم يصدر حتى الآن تعليقا رسميا لبعض الجهات تجاه هذه الوثيقة التي دفعت بها دول بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والنرويج للأمم المتحدة، أو التي سوف تدفع بها لما أسمتها بانتهاكات محتملة في مواقع النزاع، إلا أن هذه الوثيقة ربما أنها تبدو تطورا طبيعيا بحسب مراقبين، لكونها أتت بعد سلسلة من الزيارات، وما كان آخرها هي زيارة مبعوث الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لبعض دور الإيواء في مناطق قدر التشادية، التي تحدثت فيها عن أنها ربما أن هذا اليوم الذي زارت فيه واستمعت فيه إلى كثير من إفادات النازحين كان أسوأ يوما في حياتها، وبالإضافة إلى بعض التقارير الأمم المتحدة التي تتحدث عن حزمة انتهاكات في مناطق اللجوء أو مناطق الولايات الغربية بالذات. لم يصدر تصريح رسمي من سواء كان من مجلس السيادة أو من القوات الدعم السريع، إلا أن هذا الأمر ربما أنه سوف يدفع بمزيد من حالات التقصي لكثير من الجهات التي تعمل في الأرض، ومن ضمنها غرف الطوارئ والمنظمات ونقابات الأطباء وغيرها من التقارير التي تدفع بحصول أو نعم وصول الحالة طيب الإنسانية على التاريخ. محمد، ماذا عن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى عطبرة بولاية نهر النيل؟ الهدف من هذه الزيارة وماذا عن أهميتها في هذا التوقيت؟ نعم، الزيارة هي الثانية صلاح بعد خروج رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش من القيادة العامة. ربما كانت عطبرة هي أولى محطاته خارج القيادة العامة. الآن هذا الصباح أيضا زار جنود المدفعية عطبرة، وربما أنه لم يتحدث إليهم أو في سبيله إلى أن يتحدث إليهم. هذه الأحداث، هذه التطورات كانت قبل دقائق من الآن. المدفعية عطبرة هي تمثل واحدة من أهم الأسلحة التي تتبع القوات الجيش السيباني، ومن شأنها أن تسهم بقدر كبير في حسم كثير من المعارك في الأرض. لهذا ربما أن عبد الفتاح كان رئيس يملي هذا الأمر أهمية قصوى وأهمية كبيرة في زيارته للمدفعية عطبرة بالذات. التطورات الميدانية الآن محمد. كنت سأقول لك أن الأمور قد هدأت قليلا صلاح، ولكن قبل ربما أنك استمعت الآن إلى هذا القصف المدفعي الدولي الذي انخرط في بعض القواعد التابعة لقوات الدعم السريع في مناطق هناك باتجاه تمركزات قوات الجيش السوداني في محيط القيادة العامة وبعض المقار العسكرية. قبل ذلك هدأت الأمور بشكل كبير في الخرطوم وفي أمدرمان بعد أن تحدثنا إلى بعض المصادر هناك. هذا الهدوء أتى ربما بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة عن طريق القصف المدفعي ما بين الجيش وقوات الدعم السريع. الجيش قصف بعض المناطق من مناطقه أو من منصاته المنطلقة من قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمالي عمان، قصف جنوب وسط عمان وبعض المناطق في بحري. غابت هذه في هذا الصباح غابت طيران مسير، بالإضافة إلى غياب الاشتباكات المباشرة. أشكرك شكرا جزيلا لك محمد إبراهيم مراسل الغد، كنت معنا من الخرطوم.